السلام عليكم. طبعا سعيدة جدا بوجودي معاكم، وأتمنى إن شاء الله أنكم تقضوا وقت مفيد ويبقى فيه استفادة. الموضوع إن شاء الله كوفيد أند إندوكراين سيستم. طبعا هتقولي لي إيه كوفيد اللي هو ديزيز لايف ثريتنينج وإمرجنسي والعيان شيست وهايبوكسيا وحاجات كده خطيرة، إيه علاقته بالإندوكراين سيستم اللي هو عادة مش السيستم اللي إحنا متعودين إنه سيستم هادي انفستيجيشنز والعيان يروح ونزود دوز ونقلل دوز؟ هنلاقي لا، في حاجات كتيرة بس للأسف بتضيع في النص، وإحنا كل مادة الكوفيد ده لسه جديد علينا، فكل مادة نكتشف بدأ الكوفيد بتشيست وبعد كده بدأ ياخد معاه الجي أي تي، وكل مادة نكتشف انه بياخد سيستم تاني معانا، نيورولوجي مش عارفة الكارديو فاسكولار سيستم. فالاندوكراين ده موجود وعلاقته بالكوفيد علاقة قوية، بس للأسف مش مدروسة صح، ومحتاجين نعمل لسه عليها ستاديز أكتر. فعايزة أقول إن الكوفيد مع الإندوكراين برضه يبقى إمرجنسي، الكوفيد مع الدايابيتس، الكوفيد ممكن يخلي الدايابيتس مش يبقى كنترولد، ممكن يدخل العين في كيتو أسيدوزس ويبقى إمرجنسي. ممكن الكوفيد يعمل نيو أونست دايابيتس، والعين الديابيتك لما يجي له كوفيد بيبقى الاوت كام بتاعه والبروجنوزس وحش، يبقى في بينهم علاقه حتى ايفن في الامرجنسي، مش حاجات كولد بس. الكوفيد والثايرويد، الكوفيد ممكن يعمل سايتوكسيكوزس وتضيع المانيفستيشنز بتاعت السايتوكسيكوزس اللي هي الفيفر والتاكيكارديا والبالبيتيشن، ننسى الحاجات دي كلها واحنا بنفكر في الكوفيد بس. الكوفيد وعلاقته بالادرينال جلانز، ممكن الكوفيد يدخل العيان في اديسونيان كرايسيس ويعمل هايبوكورتيزوليزم. يبقى الكوفيد ليه علاقة بكل الحاجات بتاعة الاندوكراين في الامرجنسي، ومش في الامرجنسي بس، احنا عندنا في البوست كوفيد سيندروم اللي هو العيان خلاص خف من الكوفيد، اللي بيجي لنا بقى اللي عنده هيدك، اللي يقول لك انا بنسى جسمي مكسر، ما هو ممكن كل السيمتومز دي يكون ليها علاقة بحاجات اندوكراين بس احنا لسه مش واخدين بالنا منها. فده ان شاء الله اللي احب الفت النظر ليه، ان العيان الكوفيد ممكن يكون معاه اندوكراين مانيفستيشنز بس احنا ما بناخدش بالنا منها، فياريت ناخد بالنا منها. بما ان الكورونا فيروس انفكشن كوز اسيستيميك ديزيز بيأفكت ميني اورجانس، اول اورجانس اند بيولوجيكال سيستمز سافرز فروم ذيس نيو كورونا فيروس انفكشن. اندوكراين ديزيزز ار نوت ان اكسبشن، اند سم اوف ذا اندوكراين اورجانس ار ات ريسك اوف دايركت اور اندايركت ليجن باي ذا كوفيد 19. ذيس بيشنتس مانيفست ميني هرمونال اند ميتابوليك ديستربنسز. لان الكوفيد بيشتغل على طريق اللي هي السورس ده نوفل فيروس، في ليميتد داتا افيلابل عليه، فستيل اتس افكت اون ذا اندوكراين سيستم از نوت فولي كلير. يعني كل اللي هقوله مجرد ستاديز هنا وستاديز هنا، لكن لسه الموضوع محتاج ابحاث اكتر شويه. الكوفيد بيشتغل عن طريق ACE2 ريسبتورز اللي هي موجوده في الهيومن ادرينال وفي الثيرويد وفي البنكرياس وفي التستس وفي الاوفر وفي البيتويتري، فبالتالي ممكن الكوفيد يدخل على الجلاندز دي ويعمل لها افكشن. الكوفيد بيشتغل او بيأثر في الاندوكراين سيستم يا اما عن طريق سيستميك فيوريميا، فبيدخل على جلاندز دي لان فيها ريسبتورز، او عن طريق اوفر رياكتيف اميون ريسبونس كونتريبيوت تو ذا باثوجينيسيس اوف ليجنز ان ذا اندوكراين جلاندز. هنبتدي بقى ناخدهم جلاند جلاند. لو ابتدينا ايه علاقه الدايابيتس بالكوفيد، دايابيتس از ون اوف ذا موست بريفالنت كرونيك ديزيزز جلوبالي. كلنا عارفين الدايابيتس ده بقى انديميك او بانديميك دلوقتي، وتقريبا اخر نسبه بيقولوا من كل 10 في واحد دايابيتس، وعلى كل على مستوى العالم كله الدايابيتس كومن قوي. وبما ان الكوفيد كمان بانديميك او ايبيديميك، فالاثنين ممكن يجتمعوا. لما يجتمعوا الاثنين ده ليه سيجنيفيكانت كلينيكال امبليكيشنز اند امباكتس على الموربيديتي والمورتاليتي، يعني كومن قوي الاقي عيان عنده كوفيد ودايابيتس. العلاقه بين الكوفيد والديابيتس علاقه بنقول باي دايركشنال، يعني الكوفيد ممكن يعمل دايابيتس، يا اما يعمل دايابيتس عيان ما كانش دايابيتك وجاله كوفيد فجاله نيو اونست دايابيتس، او لو عيان دايابيتك وجاله الكوفيد هيبقى الميتابوليك كنترول بتاعه صعب والسكر يبتدي يعلى معانا، او يدخل في كيتو اسيدوزس ويبقى الدايابيتس بتاعه صعب الكنترول، وده ممكن يكون ليه اسباب. اول حاجه اللوك داون اللي كنا عايشين فيه وبرولونجد اونلاين تاسكس اللي بنعملها وما فيش اكسرسايز والستريس، كل ده ممكن يعرضنا للدايابيتس. غير بقى ان الفيروس نفسه ممكن يعمل بيتا سيل دامج، والسيتوكاينز اللي بتطلع بتعمل انسولين ريزيستنس، والدراجز اللي بنستخدمها في علاج الكوفيد زي الاسترويد وبعض الانتي فايرال ممكن تعمل انسولين ريزيستنس. طيب الدايابيتس يأفكت الكوفيد ازاي؟ العين الدايابيتك وكلنا عارفين لما يجي له كوفيد البروجنوزس بتاعه اوحش، ومن هنا بيبقى لهم العينين دول أولوية في التطعيم.
ليه العيان الديابيتك لما يجي له كوفيد بيبقى سيفير؟ اول حاجه لان الديابيتس مش ديابيتس بس، معاه كوموربيديتس ثانيه، معاه رينال، معاه هايبرتنشن، كارديو فاسكولار ديزيز، وكل الحاجات دي بتخلي البروجنوزيس بتاع الكوفيد اوحش. وكمان الهايبرجلايسيميا بتاثر على الاميونيتي، الانيت اميونيتي بتبقى قليله، فالعلاقه بينهم باي دايركشنال، يعني ده يافكت ده وده يافكت ده. الكوفيد ممكن يعمل ايه في الدايبيتس؟ ممكن يعمل ورسنينج اوف جلايسيميك كنترول، يعني عيان دايبيتك وكان كنترولد، مجرد ما يجي له الكوفيد الاقي السكر بتاعه بدا يولع. ممكن يدخل العيان في دايبيتك كيتو اسيدوزس، او يدخله في هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك سندروم، اللي هو السكر عالي قوي 600 مع دي هايدريشن من غير ما يكون فيه اسيتون. او ممكن الكوفيد يعمل نيو اونست دايبيتس، يعني عين ما كانش دايبيتك وجاله دايبيتس من الكوفيد. وفي نفس الوقت النيو اونست دايبيتس الهايبرجلايسيميا ات ادميشن والاكيوت ميتابوليك ديتيريوريشن بتعمل ورسنينج اوف ذا كوفيد اوتكمز، يبقى العلاقه بينهم زي ما بنقول باي دايركشنال. الفيروس لما بيدخل الجسم ممكن يدخل على ليه دايركت تروبيزم على البنكرياس، وبما ان البنكرياس فيه ACE2 ريسبتورز فممكن الفيروس يدخل على البنكرياس ويعمل ديستراكشن للبيتا سيلز ويعمل نيو اونست هايبرجلايسيميا. او عن طريق السيتوكاين ستورم الانترلوكين 1 و6 والمش عارفه تيومر نيكوزيس فاكتور، كل السيتوكاينز دي في العيان اللي عنده بري اكزيستنت دايابيتس بتخلي الدايابيتك كنترول يبقى صعب. وجود الهايبرجلايسيميا مع كوموربيديتيز زي الهايبرتنشن والاندوثيليال ديسفانكشن والسي كي دي والاوبيستي والنافلد والاندوثيليال انفلاميشن والكارديو فاسكولار ديزيز، كل ده بيزود المورتاليتي من الكوفيد. The interrelationship between diabetes and COVID needs more research to understand the specific mechanism. يعني كل ده لغاية دلوقتي ملاحظات، لكن ايه بالظبط الميكانيزم محدش عارف. هل هو direct tropism of the beta cells، يعني الفيروس بيحب البيتا سيلز فبيدخل عليها يعمل لها destruction، ولا هل ال inflammatory cytokine storm leads to impairment of pancreatic function، ولا الكاونتر ريجولاتوري هرمونال ريسبونس، احنا عارفين ده ستريس الكوفيد انفكشن وسيفير ستريس فتطلع كاونتر ريجولاتوري هرمونز الادرينالين والكورتيزون والجروث هرمون، فكل الحاجات دي تعمل انسولين ريزيستنس، ولا هل الفارماكولوجيكال تريتمنت اوف كوفيد بيأفكت الجلوكوز ميتابوليزم، كل الحاجات دي ممكن لكن ما حدش عارف ايه الميكانيزم بالظبط. كل ده وارد ان العيان لما يجي له كوفيد وده ستريس كوفيد نمونيا يدخل العيان في هايبرجلايسيميا، لكن الجديد ليه نيو اونست دايابيتس مع الكوفيد؟ يعني عيان مش دايابيتك يجي له كوفيد نبص نلاقيه بقى دايابيتك. بداوا شويه ملاحظات، A significant number of COVID-19 positive patients not previously known to have diabetes لقوهم presenting with hyperglycemia. يبقى دي كانت ملاحظات في الاول، لكن the true incidence and characterization of this newly diagnosed diabetes are still not entirely known. يعني هي بعض الملاحظات لكن مش معروف بالظبط، في شوية أسئلة لسه على الموضوع ده. لاحظوها إزاي؟ لاحظوها في السارس 1 الإبيديميك الأولانية اللي كانت سنة 2003 و2004، عملوا استادي على 39 نون دايابيتك نون جلوكوكورتيكويد تريتد بيشنت، عشان لما يجي لهم دايابيتس ما اقولش ده من الجلوكوكورتيكويد. وجدوا من ال 39 عيان دول 20 واحد جالهم نيو اونست هايبرجلايسيميا. الهايبرجلايسيميا بدأت من اليوم الثالث وهم محجوزين في المستشفى وريفرست بعد اسبوعين في معظم العيانين، واثنين بيشنتس بس كملوا دايابيتس لمده 3 سنين. فقالوا يمكن النيو اونست هايبرجلايسيميا ديت من الاستريس بتاعه السارس نمونيا. فعملوا استوديو ثانيه جابوا مجموعه عندهم سارس نمونيا ومجموعه ثانيه عندهم نمونيا بس مش سببها سارس. وجدوا ان الدايابيتس يحصل اكتر مع المجموعه اللي عندهم سارس نمونيا. These observations provide support of the hypothesis that potential diabetogenic effect of COVID-19 beyond the stress response associated with severe pneumonia. يعني بما ان دول عندهم نمونيا ودول عندهم نمونيا لكن الدايابيتس جه اكتر مع النمونيا اللي هي بسبب الكوفيد، يبقى اكيد هو الفيروس هو اللي ليه diabetogenic effect. لكن لسه في اسئله عن الموضوع ده. Will the alteration of glucose metabolism persist or remit when the infection resolves is unclear. يعني هل العيان اللي هو مش دايابيتك وجاله كوفيد وبقى دايابيتك هل هيكمل بالهايبرجلايسيميا ولا مجرد ما الكوفيد يخف الهايبرجلايسيميا هتروح؟ هاو فريكوينت بتحصل بنسبه قد ايه؟ هل الدايابيتس ده تايب 1 ولا تايب 2 ولا نيو تايب اوف دايابيتس؟
Do these patients remain at high risk of diabetes later on؟ يعني هل العيانين اللي جالهم هايبرجلايسيميا مع الكوفيد وبعد الكوفيد الهايبرجلايسيميا راحت، هل دول نعتبرهم بري دايابيتكس وات هاي ريسك اوف دايابيتس؟ لسه كل الاسئله دي مش متجاوب عليها، لان قصر الفتره سنتين ما تكفيش ان احنا نستادي كل الحاجات دي. To address these issues, an international group of diabetes researchers participating in the COVID-DIAB project established a global registry of patients with COVID-19 related diabetes. يعني لسه بيجمعوا الداتا مين العيان اللي ما كانش دايابيتك وجاله كوفيد وبقى دايابيتك، ومنهم يطلعوا يجاوبوا لنا على الاسئله دي، ان النسب قد ايه وبتحصل لمين والكورس بتاع الهايبرجلايسيميا ده هيمشي ازاي. طيب ده الايفكت اوف كوفيد على الدايابيتس. الايفكت بقى في دايابيتس على الكوفيد، جلايسيميك كنترول اند كوفيد 19 اوت كمز. يعني عيان دايابيتك وجاله كوفيد، الدايابيتس يعمل ايه في الكوفيد؟ أما درسوا الكوموربيديتيز among the death cases، شافوا الحالات اللي بتموت من الكوفيد، لقوا إن 18% معهمش كوموربيديتي، لكن بقية معظم الحالات معاهم كوموربيديتيز. ولما درسوا الكوموربيديتيز اللي بتخلي الديابيت اللي بتخلي الكوفيد يبقى فيتال أو يبقى سيفير، وجدوا إن الهايبرتنشن والديابيتس الديث ريت معاهم كان 33%، ولو العين أونلي ديابيتك الديث ريت 24%. The poor prognosis of people with diabetes is the likely consequence of the syndromic nature of the disease. يعني إيه؟ يعني الدايابيتس مش هايبرجلايسيميا بس، الدايابيتس ده هايبرجلايسيميا تحصل مع إيش كبير، أنا بتكلم على تايب 2 طبعا، والعيان الدايابيتك معاه كوموربيديتس، معاه هايبرتنشن، معاه اوبيزيتي، ومعاه كارديوفاسكولار ديزيز، وكل واحد من دول all contribute to increase the risk in these individuals. Risk factors for hospital admission يعني severe COVID among COVID patients with diabetes، يعني العين اللي عنده كوفيد وديابيتس ايه الريسك فاكتورز اللي تخلي الكوفيد سيفير؟ كل ما يبقى العيان اولد ايج، كل ما يبقى هاير هيموجلوبين اي 1 سي، يعني الديابيتس بتاعه ما يبقاش كنترولد. ومن هنا تيجي اهميه ان احنا لازم نعمل تايت دايابيتك كنترول للعيان الكوفيد. وكمان من الريسك فاكتورز اللي العيان يكون معاه كوموربيديتس ثانيه زي الهايبرتنشن والكارديوفاسكولار ديزيز والسيربروفاسكولار ديزيز وبقيه الحاجات. السارس او الكوفيد بيعمل امبيرد ميتابوليك كنترول في العينين الديابيتكس، فيخلي هاي بلاد جلوكوز. هاي بلاد جلوكوز مع الانفلاميشن مع امبيرد كواجيليشن مع الاوبيسي مع الكارديو فاسكولار ديزيز، كل ده في الاخر يوصلني البور بروجنوزيس ويز كوفيد 19. العين الديابيتك كل ما يبقى ويل كنترولد بلاد جلوكوز كل ما السرفايفل ريت يبقى احسن، وكل ما يبقى بولي كنترولد بلاد جلوكوز كل ما الموربيديتي والمورتاليتي تبقى اعلى. Increased COVID-19 severity and diabetes. في recent meta-analysis، meta-analysis يعني إيه؟ شافوا studies كتير وجمعوها مع بعض وعملوا منها analysis. Meta-analysis كانت اتعملت على أكثر من 6000 عيان من 30 country، شافوا عملوا study للdiabetes in patient with COVID. وجدوا إيه؟ وجدوا إن لما يبقى فيه hyperglycemia مع الكوفيد ده associated مع higher mortality وincreased severity وincreased frequency of acute respiratory distress. في اليو اس اي شافوا العيانين الكوفيد اللي هم محجوزين في الاي سي يو او اللي اتحطوا على فنتيليشن او اللي داينج فروم كوفيد، وجدوا ان 35% منهم كانوا diabetics. Patient with diabetes develop a severe and a critical course of COVID-19 infection compared with patients with controlled diabetes due to immune dysfunction. وبالتالي قالوا هايبرجلايسيميا is an independent predictor of mortality and morbidity in COVID. وهنا نقدر نبعت برسالة نقول إن الميتابوليك كنترول كان improve the prognosis، يبقى مهم قوي العيان الديابيتك لو جاله COVID لازم يبقى سكر controlled. بما إن بنتكلم إن سكر controlled how to manage a patient الديابيتس في عيان عنده COVID. اللاينز الأساسية أول حاجة عيان ديابيتك لازم أعمل prevention كويس قوي أكتر من الناس العاديين. اعمل بريفنشن بالفاكسينيشن بالهاند هايجين بالسوشيال ديستانسينج بالماسك اذا كنت بطلبه في الناس العاديين، اكيد في العيان الدايابيتك هتبقى مطلوبه الحاجات دي اكتر. الحاجه الثانيه اتفقنا ان لازم يبقى العيان ده عنده جلايسيميك كنترول، لازم سكره مظبوط. طب هظبط السكر بتاعه ازاي؟ على حسب السيفيرتي بتاعه الكوفيد وعلى حسب حاله الدايابيتس بتاع العيان. لو عندي عيان ستيبل يعني الكوفيد بتاعه عيد وبيتعالج اوت بيشنت في البيت وبياخد اورال هايبوجلايسيميك وسكره مظبوط، العيان ده هيمشي على نفس العلاج، مش هغير في حاجه، بس هقول له انت محتاج ريجولار سيلف جلوكوز بلس ماينس كيتون مونيتور. يبقى اقول للعيان امشي على نفس العلاج بتاعك
لكن لازم تعمل فريكوينت مونيتورنج، طبعا يبقى عنده الجهاز في البيت ويحلل ويتابع السكر. طب لو العيان بتاعي هوسبيتالايزد، الهوسبيتالايزد ده ممكن يبقى محجوز في الورد وممكن يبقى محجوز في الاي سي يو. لو هو محجوز في الورد لازم يمشي على انسولين، واحسن نظام يمشي عليه للانسولين بيزل بولس، هتكلم عليه بعد لحظه. ولو العيان محجوز في الاي سي يو لازم يمشي على انسولين وبيتاخد في الاي سي يو اي في انفيوجن. ما انساش بقى في العيان الدايبيتك مش بظبط سكر وبس، ان عنده كوموربيديتيز ثانيه، عنده مايكروفاسكولار كومبليكيشنز، لازم ابقى حاطط عيني عليهم. وما انساش ان العيان بتاع الكوفيد بياخد ادويه ثانيه، بياخد مثلا ستيرويد ممكن تعمل لي انسولين ريزيستنس، بياخد انتي فايرال ساعات بتعمل انسولين ريزيستنس، بياخد هيدروكسي كلوروكوين او البلاكونيل وده ممكن يعمل هايبوجلايسيميا. وما انساش ان الكوفيد ممكن ياثر على حاجات ثانيه في الاندوكراين زي الثايرويد، ودي ممكن تافكت الجلوكوز كنترول. يبقى دول الاربع اعمده الرئيسيه في المانجمنت. Diabetes management in patient with COVID has a great challenge. ليه challenge؟ أول حاجة عشان عندي difficulty in glycemic control، لأن كورونا فيروس زي ما قلنا بتأجربيت الانفلاميشن وبتغير الإميون سيستم. وفي نفس الوقت لازم أعمل tight glycemic control is crucial to prevent poor outcomes and complications. المانجمنت بتاع العيان الدايبيتك وعنده COVID لازم أعمل tight glycemic control. لو العيان في البيت هقول له regular self monitoring زي ما اتفقنا، وبعمل medication optimization هتكلم عليه حالا، يعني اشوف العيان ماشي على ايه وهغير للحاجه اللي تناسبه. وبرضه ما انساش لايف ستايل انترفينشن، هتقولي لايف ستايل في عيان عنده كوفيد، لو الكوفيد مايل لازم العيان مايلد لازم العيان ده يمينتين هيلثي نيوتريشن وكيب فيزيكالي اكتيف ويز هوم بيزد اكسرسايز. Medications used for diabetes should be adjusted. Decision should be based on يبقى العيان الدايبيتك هو اكيد ماشي على ميديكيشن، جاله كوفيد، فلازم اراجع تاني الميديكيشنز اللي بياخدها واظبطها على حسب ايه؟ على حسب السيفيرتي بتاعت الكوفيد، على حسب النيوتريشنال ستيتس، ممكن عيان كوفيد ولا ايه ما بياكلش، اخد بالي من مثلا الادويه الاورال هايبوجلايسيميك اللي بتعمل هايبوجلايسيميا هتبقى مش مستحبه. على حسب الاكشوال جلايسيميك كنترول، هيجي لي العيان بسكر 500 غير سكر 100، يبقى ده برضه هيفرق معايا وانا بظبط الميديكيشنز بتاعته. على حسب الريسك اوف هايبوجلايسيميا، لو العيان ده عنده ريسك اوف هايبوجلايسيميا، واحد اولد ايج، عيان رينال جاله هايبوجلايسيميا قبل كده، بنخاف جدا من الهايبوجلايسيميا في العيانين الكوفيد، لان الهايبوجلايسيميا ممكن تانيشيت او تبريسيبيتيت سايتوكاين ستورم. وبرده لازم على حسب الكيدني فانكشن بعمل ادجستمنت للميديكيشن. يبقى كل العوامل دي بتتدخل في اختيار الانتي دايبيتك ميديكيشن او تظبيطه للعيان الدايبيتك. يبقى أنا لو عندي عيان mild COVID illness in people with type 2 diabetes والعيان ماشي على oral agents keep the usual treatment provided that the patient is under control. لكن لو عيان عنده severe COVID-19 related symptoms خصوصا لو عنده fever و dehydration oral agents need to be stopped خصوصا الميتفورمين والصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 inhibitors. الميتفورمين عشان ممكن يعمل lactic acidosis، والصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 inhibitors ممكن تعمل dehydration وتدخلهم في كيتو acidosis. لو العيان serious illness ومحجوز في المستشفى لازم ابقى عارفه ان الجول بتاع البلاد جلوكوز بتاعه يبقى من 140 ل 180، وانسولين is the preferred agent to control hyperglycemia. طب لو العيان كان انسولين نايف، يعني العيان ماشي على اورال هايبوجلايسيميك وجاله كوفيد ودخل المستشفى، لازم هقلبه على انسولين. الانسولين في عيان نايف احسن حاجه لو العيان محجوز في الورد في الاسم العادي امشيه على بيزل بولس، ولو العيان في الاي سي يو بمشيه على اي في انفيوجن. البيزل بولس دي احسبها ازاي؟ هحسب وزن العيان، المفروض اليونتس اللي هياخدها من الانسولين في اليوم تبقى 0.4 يونت بير كي جي، ولو العيان اوبيس شويه يعني عنده انسولين ريزيستنت بزود شويه تبقى 0.5، ولو العيان انسولين سنسيتيف يعني رفيع وصغير في السن ممكن اخليها 0.3، هفترض ان هي 0.5 يونت بير كي جي. فلو العيان دخل وزنه 100 كيلو يبقى العيان ده محتاج التوتال ديلي انسولين دوز هتبقى 100 على 2، محتاج 50 وحده في اليوم. ال 50 وحده دي بقسمهم نص بيزل، يعني هياخد منها 25 وحده بيزل. يعني ايه بيزل؟ بيزل هو بيتاخد once per day وليه علاقه بالوقت مش بالوجبه. والعيان مثلا الساعه 10 او الساعه 8 هياخد الدوز بتاعته اللي هي البيزل سواء اكل او ما اكلش. بيزل زي ايه؟ هتكلم بقى بالكلام اللي هو الحاجات الموجوده عندنا، التوجي وعندنا التريسيبا وعندنا اللانتوس وعندنا الان بي اتش، بس ده لازم يتاخد مرتين. يبقى نص عدد الوحدات هياخدها بيزل.
النص التاني هياخدها بولس. بولس يعني ايه؟ قبل الوجبات. احنا فاضل عندنا 25، 25 دول هياخدهم انسولين مائي او رابيد اكتنج انسولين. هقسمها مثلا ال 25، اقول 5 قبل الفطار، 10 قبل الغداء، 5 قبل العشاء. دي الدوز ستارتنج دوز، وبعد كده كل يوم على حسب التحليلات بزود وبنقص على حسب السكر عالي فضله في العيانين اللي هم محجوزين في المستشفى. الاي في انفيوجن ده اللي بيستخدم في الاي سي يو بيبقى لهم بروتوكول معين بيحسبه وبيعلقوا لاين في الانسولين مع السلاين ولاين تاني في جلوكوز، وكل ساعه بيتحلل وبيأدجست الدوز على حسب البلاد جلوكوز. والتارجت بتاعنا زي ما قلنا يبقى البلاد جلوكوز من 140 ل 180. بس ناخد بالنا ان الكوفيد ليدز تو ورسنينج اوف انسولين ريزيستنس. ساعات العيانين اللي في الاي سي يو بيحتاجوا ايفن 200 وحده انسولين في اليوم، وده علشان في البليثرا اوف سيتوكاينز والانتي فايرال والستيرويد بتزود الانسولين ريزيستنس. الانتي دايابيتيك ميديكيشنز والكوفيد، احنا اتكلمنا العيان اللي في مستشفى هنديله انسولين، وقلنا ازاي تقريبا يعني كلام سريع كده ازاي هنديله انسولين. طب الاورال هايبوجلايسيميك ايه علاقتهم بالكوفيد؟ هنمسكهم واحد واحد كده ونشوف ايه علاقه كل اورال هايبوجلايسيميك بالكوفيد. اول حاجه الميتفورمين، عارفينه طبعا كلنا جلوكوفاج، وده حاجه اساسيه في علاج تايب 2 دايابيتس. وجد انه ليه انتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري واميون ميدولاتوري وانتي فايرال كابابيلز، حاجات كلها جميله. ميتفورمين تريتمنت was correlated significantly with decrease في disease severity والمورتاليتي ريت among affected individuals. يبقى الميتفورمين مفيد، لكن should be stopped in patient with respiratory distress او عندهم renal impairment او عندهم heart failure because of the risk of lactic acidosis. يبقى احنا اللي علينا نعرف كل دواء ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وبعد كده بنختار الدواء اللي مناسب لكل العيان، لان زي ما بنقول دايما في الدايابيتس العلاج بيبقى متفصل على حسب البيشنت، مفيش عيان زي التاني. الاوبيز غير الرفيع، الكبير في السن غير الصغير، اللي عنده كيدني فانكشن ولا الليفر في حاجه ولا الهارت في حاجه، فاحنا اللي علينا نعرف معلومات عن كل دواء وبنفصل العلاج للعيان على حسب حالته. السلفونيل يوريا زي طبعا الاماريل والدايمايكون، دي بتشتغل ان هي بتستيميليت البيتا سيلز ان هي تطلع انسولين، دي الافكاسي بتاعتها هايله، ودي ممكن كان بي كونتينيود فور ذا يوز ان دايابيتيك بيشنت وذ كوفيد. هاويفر ان بيشنتس تيكينج سلفونيل يوريا وذ الاورال انتيك بتاعهم كان قليل، دي ممكن تدخلهم في هايبوجلايسيميا عشان الافكاسي بتاعها عاليه، ممكن تدخل العينين دول في هايبوجلايسيميا. ذيرفور its use must be carefully monitored. يبقى العين ممكن ياخدها بس هنعمل سيلف مونيتورنج اوف جلوكوز، وابقى عيني خايفه لحسن تعمل هايبوجلايسيميا. البايوجليتازون دي حاجات من اللي هي بتستخدم في علاج الدايابيتس بتحسن الانسولين سنسيتيفيتي. وجدوا ان ليها انتي انفلاماتوري بروبرتيز، وفي اكسبيرمنتال انيمال مودلز ات ريديوسز لانج انفلاميشن اند فايبروزس، يعني ممكن تبقى تفيدنا في الكوفيد. لكن مشكلتها الريسك بتعمل فلويد ريتينشن اند ايديما ان هيمودايناميكلي انستيبل بيشنت، يبقى العيان لو عنده هارت فيلير او عنده ايديما مش مستحبه معاه او اوقفها. الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهيبيتورز، المجموعه دي من احدث المجموعات اللي طلعت في علاج تايب 2 دايابيتس، ومجموعه هايله جدا وواعده. تشتغل ازاي؟ احنا عندنا حاجه اسمها صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر، ده انزيم موجود في الكيدني بيعمل ايه؟ بيزود الابزوربشن بتاعه الجلوكوز فبيعلي بلاد جلوكوز. يبقى انا لو اديت انهيبيتور ليه الكيدني مش هتابزورب الجلوكوز، فبالتالي ايه الجلوكوز هينزل في اليورين فيقلل الهايبرجلايسيميا. ده كانت البدايه على المجموعه دي بتشتغل ازاي، لكن كل ماده بيلاقوا المجموعه دي ليها بينفيتس اكتر، لا ليها رينال بينفيتس وكارديوفاسكولار بينفيتس، لدرجه ان هم دلوقتي بيستخدموها في علاج الهارت فيلير في عيان ما عندهوش دايابيتس، وده الجديد بقى في الموضوع. وفي بقى حاجات انواع كتيره موجوده منه، فدي مجموعه طبعا هايله استخدموها في الهارت فيلير من غير دايابيتس ما بتعملش هايبوجلايسيميا. لكن المجموعه دي ممكن تعمل كيتو اسيدوزيس سبيشالي ان كريتيكال ايل بيشنت، وممكن تعمل دي هايدريشن، لان زي ما بتنزل الجلوكوز في اليورين الجلوكوز بياخد مع ميه، فالميه دي تعمل بوليوريا فتعمل دي هايدريشن. هينس صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهيبيتورز شود بي ديسكونتينيود ان بيشنت وذ كوفيد 19 هو ار انيبل تو مينتين هايدريشن.
لكن لا، وجدوا بقى الحته النقطه الكويسه فيها، لكنها ستادي صغيره كده، ان ليها هايبوثيتيكال انتي فايرال افكت هاز بين سجستد، وبتقلل الانترا سيلولار بي اتش وبتقلل الفايرال لود. المجموعه الثانيه بالانتي دايابيتيك جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. ايه المجموعه دي؟ ده عباره عن فيه هرمون بيطلع من الانتستين اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد 1. بيعمل ايه؟ بيروح للبنكرياس بيعملوا ستيميليشن عشان يطلع انسولين ويقلل الجلوكاجون. مش كده وبس، ده بيروح على البرين وبيستيميليت الساتيتي سنتر فيعمل انوركسيا، وبيروح على الجي اي تي وبيقلل الموتيليتي فبيقلل الابزوربشن اوف جلوكوز. فده برضه من الحاجات الجميله اللي طالعه في الدايبيتس، مش طالعه بقى لها مده يعني، فعملوا زيها. فهو ده اساسا هرمون موجود في الجي اي تي، فعملوا ريسبتور اجونست ليه. المجموعه دي كلها بتتاخد باي انجكشن، في بيتاخد في الاسبوع وفي بيتاخد في اليوم، وبيحاولوا يعملوا منها اورال تابلت لكن لسه ما نزلتش. طب المجموعه دي ايه علاقتها بالكوفيد؟ وجدوا ان جي ال بي 1 ريسبتور اجونست بيقلل البرودكشن اوف فاريس انفلاماتوري سيتوكاينز، وبيقلل الانفلتريشن اوف اميون سيلز، لكن مي اجرافيت انوركسيا، لان اتفقنا بتشتغل على البرين بتعمل ساتايتي، وشود بي ديسكونتينود ان سيفيرلي ال بيشنت بيكوز اوف ذا ريسك اوف اسبيريشن نيمونيا. بيقلل الجي اي تي موتيليتي، فالعيان ممكن يجي له فوميتنج، فممكن يجي له اسبيريشن نيمونيا. المجموعه الثانيه دي بي بي 4 انهيبيتورز. احنا اتفقنا ان نورمالي الانتستين بتطلع الجي ال بي 1، الاندوجينس جي ال بي 1 بيشتغل لمده ثواني، عيبه انه بيتكسر بسرعه، بيتكسر بانزيم اسمه دي بي بي 4. فلما يدوا انهيبيتورز للدي بي بي 4 الاندوجينس جي ال بي 1 ليفل بيعلى. المجموعه دي اورال، وبرده من الحاجات الكويسه قوي في علاج تايب 2 دايابيتس، سيف وما بتعملش هايبوجلايسيميا الى حد كبير. علاقتها بقى بالكوفيد، وجدوا ان ليها ثيرابيوتيك ايجنت في الكوفيد، يعني ممكن تبقى مفيده، تعمل موديوليشن للانفلاميشن، وليها انتي فايبروتيك افكت، وبت موديفاي الفيرال بايندينج تو دي بي بي 4. لان اتفقنا الفيروس بيدخل السيلز عن طريق يا اما عن طريق الايس 2 ريسبتورز او عن طريق الدي بي بي 4 ريسبتورز، والدي بي بي 4 ريسبتورز دي موجوده في الريسبيراتوري تراكت، فلما امنعها هقلل الفيرال انتري. فالمجموعه دي هتبقى مفيده، دي ليها كمان ثيرابيوتيك افكت في العيانين اللي عندهم كوفيد، وبتتاخد اورال، فمن الحاجات الكويسه. فريسنت داتا شود بروتكتيف افكت اند لورنج سيفيرتي اند مورتاليتي اوف كوفيد اسوشيتد ويز الميتفورمين والدي بي بي 4 انهيبيتورز، وكمان الستاتين. الستاتينز ده بتستخدم في علاج الهايبركوليستيروليميا. وجدوا ان ليها انتي انفلاماتوري واميون ميدولاتوري افكت، وبالتالي تريتمنت وذ ذيس ايجنتس شود نوت بي ستوبد الا لو كان في سبيسيفيك كونترا انديكيشن لحد منها. كده خلصنا اهم اندوكراين اورجن اللي هو البنكرياس وعلاقته بالكوفيد. هندخل على تاني كومن اندوكراين جلاند ممكن تتاثر، اللي هي الثايرويد جلاند. The thyroid and the hypothalamic pituitary axis involvement must be taken into consideration when facing with COVID. يعني الاكسس ممكن يتاثر، احنا عارفين الهايبوثالاموس بيطلع ثايروتروبين ريليزنج فاكتور، يروح للبيتويتري يخليها تطلع تي اس اتش او ثايرويد ريسبتور ثايرويد ستيميليتنج هرمون، بيروح على الثايرويد جلاند عشان تطلع لي تي 3 تي 4. السارس او الكوفيد فيروس ممكن يعمل دايركت فيروس انفيجن او عن طريق الاميون ريسبونس على مستوى الهايبوثالاموس او على مستوى البيتويتري او على مستوى الثايرويد جلاند نفسها، وكمان عن طريق الاميون انفلاماتوري ريسبونس ممكن تاثر على هذا الاكسس. في هيستوباثولوجيكال فايندينجز عملوا ستادي، لقوا ان الثايرويد جلاند باثولوجيكالي بتتاثر في العيان اللي عندهم كوفيد، بيبقى فيها ليمفوسيتيك انفلتريشن وفوليكولار ابيثيليال سيل ديسربشن، يعني الفيروس ممكن يدخل على الثايرويد جلاند ويعمل لها افكشن. طيب COVID-19 related thyroid disorders include ايه؟ الكوفيد يعمل ايه في الثايرويد؟ ممكن يعمل كل حاجة، أول حاجة thyrotoxicosis، وممكن يعمل hypothyroidism، ممكن يعمل non-thyroidal illness syndrome. هيمسكهم واحدة واحدة، ازاي يعمل thyrotoxicosis؟ عن طريق حاجة من الحاجتين، يا إما subacute thyroiditis يا إما Graves disease. الساب اكيوت ثايرويدايتس او بنسميها ديكيرفن ثايرويدايتس دي عباره عن ايه؟ الفيروس بيدخل في الجلاند يعمل انفلاميشن فيطلع الهرمونز اللي فيها، فالعيان يدخل في ثايروتوكسيكوزيس، بيبقى الاول فيز اوف ثايروتوكسيكوزيس فولود باي هايبوثايرويدس فولود باي يو ثايرويدس فيز، والفيز دي بتمشي لوحدها من غير حاجه، ولما بيجي لنا العيان كده بنعالجه سيمتوماتيك من غير حاجه وهو هيظبط نفسه.
او يجي العيان بجريفز ديزيز. الجريفز وعلاقتها بالكوفيد هم اتنين ستاديز بس اللي اثبتوا وجدوا ان العيانين اللي عندهم كوفيد جالهم جريفز. يعني لسه ستاديز ليميتد والموضوع محتاج شغل اكتر من كده. لكن انا عليا لما الاقي العيان ثايروتوكسيكوزس ممكن الاحتمال ده يا اما سب اكيوت ثايرودايتس يا اما الجريفز. هفرق بينهم ازاي؟ بالثايرويد سكان. في السب اكيوت ثايرودايتس بلاقي الثايرويد ما بتاخدش خالص، ما بتاخدش الايودين ابتيك وتبقى بيضه. في الجريفز ديزيز بيبقى فيها increased uptake. ولو مش قادر اعمل سكان لاي سبب واحده بريجننت بعمل التي اس اتش ريسبتور انتي بودي لما الاقيها بوزيتيف دي مع الجريفز ديزيز. يبقى عرفنا ان الكوفيد ممكن يدخل عيان في سايروتوكسيكوزس وممكن يدخله في هايبوثايرويديز عن طريق ايه؟ يا اما اميون ثايرويدايتس اللي هي الهاشيموتو ثايرويدايتس ممكن تحصل مع السيتوكاين ستورم، او عن طريق سكندري هايبوثايروديزم. يعني ايه سكندري هايبوثايروديزم؟ يعني مشكله من فوق مش في الثايرويد، مشكله على مستوى الهايبوثالامس او على مستوى البيتويتري. البيتويتري يحصل فيها هايبوفيزايتس او انفلاميشن يعني. طب افرق بينهم ازاي؟ بين الاوتو اميون ثايرويدايتس دي برايمري هايبوثايروديزم. يعني ايه برايمري؟ الاقي التي 3 وتي 4 قليلين، انما تي اس اتش عشان نيجاتيف فيدباك يبقى عالي. السكندري هايبوثايروديزم المشكله فوق في الهايبوثالامس والبيتويتري، هلاقي الثايرويد هرمونز الفري تي 3 وفري تي 4 قليلين، وهلاقي تي اس اتش كمان قليل معاه. او يجي لي العيان بنون ثايرويدال ايلنس سيندروم. النون ثايرويدال ايلنس سيندروم ده تريجرد باي ا ميجر ستريسفول سيتويشن. اي ميجر ستريسفول سيتويشن ممكن يدخل عيان في ده. وده بيجي لنا كتير كونسلتيشن من عيانين في الاي سي يو، لفت نظر اي حد من بتوع الاي سي يو عمل له ثايرويد فانكشن فيلاقيها بالشكل ده فيخض ويجيبها لنا. الحقيقه النون ثايرويدال ايلنس ده بيبقى عباره عن ادابتيف فيز، الجسم فيه ستريس فبيحاول يقلل الميتابوليزم بتاعه فبيعمل سبريشن للاكسس. الايفيدنس بتاعته بلاقي الفري تي 3 قليل، لو نورمال او ديكريز فري تي 4 ولو نورمال تي اس اتش. The degree of change in thyroid hormones is related to the severity of illness. Non-thyroidal illness is thought to be adaptive but might be associated with poor clinical outcome in certain cases. يعني أنا مش بعالجه لما بلاقيه، هو علاجه علاج البرايمري ديزيز، بس لما بلاقيه بعرف إن البروجنوزيس بتاع الأوريجينال ديزيز اللي عند العيان مش حلو. مشكلتنا بقى في الكوفيد 19 related subacute thyroiditis. وجدوا حالات كده، لكن المشكله فيهم ان المانيفستيشنز بتاعه الثايرويدايتس بتبقى جويتر، فاتيج، بالبيتيشن، سويتنج، انسومنيا، انكزايتي، تريمورز، ويت لوس. كل السيمتومز دي لما تيجي العيان كوفيد عمرنا ما نفكر في ثايروتوكسيكوزيس، كلنا نفكر ان دي المانيفستيشنز بتاع الكوفيد، فبالتالي العيان ده ممكن يبقى بيزد مننا. لكن اللي ممكن يخلينا يلفت نظرنا لو في بيرزيستنت تاكي كارديا ديسبايت ذا كلينيكال اميليوريشن اوف كوفيد 19 and the absence of other common cardiac cause suggests COVID-19 related subacute thyroiditis. يعني نلاقي العيان عنده تاكي كارديا مش متفسرة، ما عندهوش cardiac disease والكوفيد أساسا بدأ يتحسن، أفكر ساعتها في الثيرويد. ولو عندي عيان عنده thyrotoxicosis ومش controlled وجاله كوفيد ممكن يدخله في الثيرويد ستورم. يعني إيه ثيرويد ستورم؟ يعني الغدة تتجنن وتطلع ثايرويد بليفلز عالية قوي. العين ده ممكن يجيله هارت فيليا وتاكيكارديا وهيمو دايناميك انستابيلتي ويحتاج اي سي يو ومحتاج مانجمنت معين، فلازم نخلي بالنا لان ممكن ده كله يضيع في وسط المانيفستيشنز بتاعه الكوفيد. رغم الكلام اللي قلناه كله على الثايرويد، لكن لونج تيرم فولو اب ستاديز اون ثايرويد فانكشن اند كوفيد ستيل نيدد. يعني الكلام ده مجرد ملاحظات او ستاديز صغيره، لكن محتاجين لونج تيرم فولو اب اكتر، من لان احنا لسه برضه الكوفيد بقاله سنتين الستاديز اللي اتعملت عليه مش كفايه. لكن نقدر نقول ستاديز اون ثايرويد اند كوفيد 19 سجست فور مونيتورينج اوف ثايرويد فانكشن تيست during acute illness as well as during convalescence of COVID-19. يعني ممكن التشينجز اللي بتحصل مع الثايرويد دي تحصل اثناء الكوفيد او بوست كوفيد، واحنا عندنا حاجه اسمها بوست كوفيد سيندروم. بنلاقي العيان بعد ما يخفوا من الكوفيد المانيفستيشنز بتاعته يبتدوا يدخلوا في سيندروم اللي يقول لك انا بنسى او جسمي مكسر او مش عارف ماله، فساعتها لازم ندور ليكون في اندوكراين افكت في الكوفيد. نعمل بس جاست نعمل ان شاء الله تي اس اتش كسكريننج، لو لقينا في حاجه نكمل. الاكسس اللي بعد كده الهايبوثالاميك بيتويتري ادرينال اكسس. الاكسس ده بيبتدي من الهايبوثالاموس بيطلع كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، بتروح على البيتويتري جلاند تطلع اي سي تي اتش،
الاي سي تي اتش يروح على السوبرا رينال علشان تطلع كورتيزول. لو هنفكر كده الاكسس ده كله ممكن يتاخد، احنا اتفقنا ان الهايبوثالامس ممكن يبقى افكتد والبيتويتري ممكن تبقى افكتد بالكوفيد ويحصل هايبوفيزايتس. كمان في ستادي كده بس هي مش كبيره قوي، وجدوا ان الاي سي تي اتش تركيبته الامينو اسيد سيكونس بتاعه يشبه الكوفيد 19، فالجسم لما يعمل انتي بوديز للكوفيد الانتي بوديز دي ممكن تكسر الاي سي تي اتش فالعيان يجي له هايبوكورتيزوليزم. السوبرارينال جلاند وجدوا ان هي ممكن تبقى افكتد، يا اما الفيروس يعمل لها انفيجن على طول، وده اثبتوه في بعض البوست مورتم ستاديز او بعض السي تي او الام ار اي على الابدومين، لقوا في تشينجز في السوبرارينال جلاند. وكمان ممكن يحصل زي الكوفيد بيعمل ثرومبوزس، لو عمل اكيوت ثرومبوزس في الادرينال فينز ممكن العيان ده يجي لي في اديسونيان كرايسيس. يبقى الاكسس كله ممكن يبقى افكتد بالكوفيد ويوصلني في الاخر ان الكورتيزول ليفل يبقى قليل وهايبوكورتيزوليزم. طب هل الكلام ده ثيوريتيكالي ولا ايه؟ نشوف الكلام الاستاديز. الاستادي دي اللي هي اتعملت على السارس كوفيد 1، وليه بنقولها؟ عشان الابيديميك اللي كانت في 2003 او 2004 اللي كانت على الكوفيد 1 الفيروس ده يشبه الكوفيد 19، فبنستعين بالاستاديز من القديم عشان نبني عليها. في الاستادي ديت وجدوا ان البيشنت عندهم هايبوكورتيزوليزم، والهايبوكورتيزوليزم عندهم يعني نقص الكورتيزون developed over a number of weeks from the onset of COVID will recover within one year. يعني جالهم هايبوكورتيزوليزم بعد كم اسبوع من الكوفيد والاكسس بتاعهم رجع يشتغل بعد سنه. The majority of these patients had not received any exogenous glucocorticoids. لان الاكسوجينس جلوكوكورتيكويد ممكن تعمل سبريشن للاكسس، فهم نافوا الحته دي، عايز يقول لك ان نقص الكورتيزون مش نتيجه استخدام كورتيزول خارجي. وقالوا ان الهايبوفيزايتس يعني انفلاميشن في البيتويتري جلاند او دايركت هايبوثالاميك افكت ممكن يبقى البوسيبل ميكانيزم. وفي اوتوبسي ستادي على الهايبوثالاموس وجدوا ان الهايبوثالاموس في العينين اللي عندهم كوفيد في ايديما وفي نيورونال ديجنريشن، وجدوا الفيروس نفسه جينوم موجود في الهايبوثالاموس. Several recent publications based on radiological and clinical evidence have also confirmed that الادرينال ممكن تبقى affected بالكوفيد، سواء عن طريق راديولوجي او عن طريق بوست مورتم ستاديز زي ما قلنا. وان اكيوت ادرينال انسفيشنسي يعني اديسونيان كرايسيس، يعني العين يجي لي في هايبوتنشن وهايبوجلايسيميا من هايبوكورتيزوليزم ويحصل اكيوت والعين ده ليه مانجمنت معين، فاذا ما خدناش بالنا من الحاجات دي ممكن العين يبقى ميزد مش من الكوفيد، من الاندوكراين مانيفستيشنز دي. فممكن يحصل اكيوت ادرينال انسفيشنسي باي اثرومبوزس اوف ذا ادرينال فينز او ادرينال ارتريز هاز بين ريبورتد في بعض الحالات. ودي الهايبوثيسيس اللي قلنا عليها، ان في امينو اسيد سيكونس بتاع الفيروس يشبه الاي سي تي اتش، فبالتالي ممكن يتكسر والاي سي تي اتش لما يقل هيديني هايبوكورتيزوليزم. عندنا حاجه اللي بنقول عليها البوست فايرال سيندروم، اللي العين بيجي عنده لو انرجي ولو مود وديزنس. These have been shown to be associated with hypocortisolism and dramatically improved with cortisol replacement. رغم الكلام ده كله فرانك hypocortisolism has never been documented with COVID. يعني ايه الكلام ده؟ كلام لوجيك، لكن هل جابوا ستاديز وقاسوا فيها الكورتيزول فعلا ولقيوه قليل؟ احنا عارفين الكورتيزول لما يتقاس ليه دايناميك تيست، يعني ده مش من الحاجات اللي اخد سامبل واحده، يعني لازم اقيس الكورتيزول واعمل حاجه اسمها اي سي تي اتش ستيميليشن تيست عشان اتاكد منها. فطبعا في وجود الكوفيد والسيفيريتي صعب ان نعمل دايناميك تيست عشان نشوف الهايبوكورتيزوليزم، فما فيش ستاديز كافيه اتعملت على هذا الموضوع لغايه دلوقتي. لكن a prospective study evaluating serum steroid in patient with COVID is presently underway، ولسه النتائج بتاعتها ما اتعرضتش. لكن النصيحة اللي عايزين نقولها clinicians should respect hypercortisolism in COVID-19 survivors especially those complaining of unexplained fatigue أو malaise أو orthostatic dizziness أو anorexia and apathy. يبقى ما يجيلنا عيان في البوست كوفيد ومع السيمتومز دي مش بقول ان احنا نديله كورتيزون على طول، لكن على الاقل نقيس الكورتيزول. بقيس الكورتيزول عشان اقيسه لو انا suspecting hypercortisolism بقيسه الصبح الساعة 9 والعيان صايم، لو لقيت الليفل اقل من 3 من 10 ده خلاص اكيد عنده هايبوكورتيزوليزم، لو لقيت الليفل اكتر من 18 ده بي اكسكلود هايبوكورتيزوليزم، لكن لو لقيت الليفل ان بتوين 3 من 10 و 18 ممكن يكون عنده سب كلينيكال هايبوكورتيزوليزم، وفي الحاله دي لازم اعمل اي سي تي اتش ستيميليشن تيست.
الاي سي تي اتش ستيميليشن تيست بدي العيان اي سي تي اتش حقنه كده بتتاخد انتراماسكولار وبقيس الليفل بتاع الكورتيزول بعدها بنص ساعه. لو لقيت الكورتيزول ليفل عالي عن 18 ده بيكسكلود، لو لقيت الليفل اقل من 18 يبقى معنى كده ان العيان ده عنده سب كلينيكال هايبوكورتيزوليزم. الاكسس اللي بعد كده كوفيد 19 اند ريبرودكتيف اكسس. Men with COVID-19 are at higher risk for worse outcomes and deaths compared with women despite same prevalence of infection. Studies showed that adult females have a stronger innate and adaptive immune response than males. طب العيان الميلز ممكن يبقوا افكتد ازاي بالكوفيد؟ كل الاكسس برضه يبقى متاخد، يعني لو في الرسمه اللي قبل كده الاكسس هو مش ظاهر عندي في الصوره، لكن احنا عندنا الهايبوثالاموس بيطلع جونادوتروفين ريليزنج هرمون، ده بيروح للبتويتري عشان تطلع جونادوتروفين اللي هي ال اتش وال اف اس اتش، بيروح للتستس عشان يطلع تستوستيرون، او بيروح للاوفرز عشان تطلع تطلع استروجين وبروجستيرون، ده الاكسس كله. كل الاكسس ده ممكن يتاخد الميلز. ممكن يحصل لهم acute orchitis. في several reports of scrotal discomfort and pain حصلت في العيانين مع الكوفيد. وممكن يحصل hypergonadotrophic hypogonadism. يعني ايه الكلمه دي؟ hypogonadism يعني التستوستيرون قل. hypergonadotrophic يعني الجونادوتروفين زعلت. يعني الكلام باختصار primary hypogonadism. يعني التستس لما اتاثرت التستوستيرون قل، فبالتالي عشان النيجاتيف فيدباك راح فلاقي ال LH وال FSH عالي والتستوستيرون قليل. دي كانت ريسنت ستادي اتعملت على 81 من وسكوبت شوت ذات ان السيرم تستوستيرون على ال LH ratio was significantly lower in COVID patients. يعني ايه؟ يعني التستوستيرون قل وال LH عالي، وان الريشيو دي كانت negatively associated with disease severity. يعني كل ما يزيد السيفيرتي بتاعت الديزيز كل ما الافكشن بيبقى اكتر. كمان الاكسس ممكن يتاخد من فوق زي ما قلنا قبل كده على مستوى الهايبوثالاموس او البيتويتري تتاخد، فيحصل عندي هايبوجونادوتروفيك هايبوجونادزم او سكندري هايبوجونادزم، يقل من فوق ال LH وال FSH او جونادوتروفين ريليزنج هرمون، فكل الاكسس معايا يبقى سبريس. في العينين دول الاقي ال LH قليل و FSH قليل والتستوستيرون كمان قليل. To conclude, endocrine abnormalities occur commonly in coronavirus infection. ممكن يحصل new onset diabetes, hypocortisolism, thyroid hormone disorders, or reproductive system aberration. This needs to raise the awareness of the links between endocrinology and COVID-19. COVID-19 and the endocrine effects of infection remain an active area for further research. يعني الكلام ده مش نهائي، هي مجرد studies، لكن محتاجين studies أكتر عليه. شكرا لكم جميعا. ما شاء الله عليك دكتورة سعاد. شكرا دكتورة سعاد. شكرا لحضرتك. وزي ما تعودنا باذن الله تعالى انه هنأجل الاسئله باذن الله الى بعد المحاضره الثانيه ان شاء الله. احنا كنا كمجموعه اللي هي مسؤوله عن التحضير للمحاضرات قلنا هتبقى في محاضره علميه ومحاضره ثانيه علميه بس داخله فيها نواحي اجتماعيه، وهي دي المحاضره اللي احنا هنقدمها النهارده باذن الله تعالى. طبعا انا بشكر الحضور اللي مشرفنا، وان شاء الله يا ربي ما تزهقوش مننا، وان شاء الله يبقى يوم ثقافي علمي اجتماعي جميل باذن الله تعالى. اتمنى ان انتم تكونوا شايفين السلايدز بتاعتي باذن الله تعالى. انا طبعا بفضل الله يعني طلعت من مصر، سافرت على فرنسا، وبعد كده طلعت على استراليا، ونزلت السعودية في النص، ونزلت قطر دلوقتي. لكن من أجمل الرحلات اللي هي أحبها إلى قلبي هي الرحلة اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي. اللي حصل إيه بالظبط؟ إنه أول ما جيت قطر سنة 2014 كان المفروض ان انا جيت في اغسطس، والكلام ان المستشفى اللي انا جاي لها هي مستشفى جديده ان هي هتفتح في اول 2015. المشكله انه معلش اتمنى ان كله بس يقفل الميكروفون بتاعه علشان ما يحصلش يعني لغوشه على الاصوات باذن الله. المهم
جاء التأخير في فتح المستشفى بتاعتي، فجات لي أحد الممرضات اللي هي من كندا وقالت لي منذر في مجموعة أنا بطلع معاها رحلات سنوية، فيا ريت هم محتاجين طبيب تخدير، يا ريت تيجي معانا الرحلة دي. فقلت لها طبعا، أنا طبعا المستشفى ما فتحتش، فالواحد ما فيش غير الشغل الادمنستريشن بتاعنا، ان انت بتعدي ان السكشن يتفتح وهنشتري الاجهزه وكده. فقلت لا، الواحد فعلا يروح يعني يساعد المرضى. فالرحله فين يا ستي؟ قالت لي الرحله في رواندا. طبعا انا رواندا بالنسبه لي كانت العمليه مبهمه شويه، وعايز اعرف اكتر معلومات عن رواندا. فطبعا طلعت الاطلس وابتديت ابص واتفرج على فيديوهات، عرفت ان رواندا بلد مساحتها صغيره، قريبه جدا من مساحه قطر اللي انا فيها، تعداد سكانها برضو قليل، حوالي 12 مليون نسمه، بتقع في وسط شرق افريقيا، بيحدها حواليها اوغندا وبروندي و جمهورية الديمقراطيك ريبابليك اوف كونغو وتنزانيا. المهم قريت شوية معلومات قلت حلو، لحد ما اتكلمت مع الأولاد ومع الأسرة، كانوا اكسايتد جدا. هتعمل إيه هناك؟ قلت لهم هروح نساعد عيانين، بيقولوا إن في مشاكل صحية هناك وهي بلد فقيرة. فطبعا قالوا لي طب هتاكل إيه؟ المهم كأسرة ابتدوا يشتروا لي حاجات، اشترينا معمول واشترينا يعني ناتس بارز وبتاع عشان اعرف اكل، وفي نفس الوقت قالوا ان انت هتعالج العيانين، طب نعمل خير نجيب هدايا للمرضى بحيث ان بعد ما يخلصوا العمليه نعمل لهم هدايا. فكان طبعا دي زينه سنه 2014، يعني بنتكلم دلوقتي حوالي 7 سنوات مضت، كانت لسه صغيره، وابتدوا الاولاد يقعدوا ويعملوا الهدايا اللي هنقدمها للمرضى. طبعا قريت حاجات كتيره جدا في الوقت ده، لكن كلها حاجات مخيفه، انه مذابح وقتل فتوجست خيفه، لحد ما لقيت عشان اسف لقيت المقطع الفيديو ده، أنا هخليكم تتفرجوا معايا. My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of called our home, until the day everything changed. Daddy, there are soldiers on the street. They're killing everyone. منظر احنا مش شايفين الفيديو ها؟ مش شايفين؟ لا موجود، انا شايفه، انا لا شايف الفيديو. لا موجود واضح اهو. I have no means to protect these people. Country descended into madness. They killed the Tutsi children to wipe out the next generation. No! And the world turned its back. How can they not intervene? Hundreds of thousands are dying. If people see this, they'll say, oh my god, that's horrible. And then go on eating their dinners. One man had to make a choice. All the whites are leaving, even the UN soldiers. All the superpowers, everything we believe in, Paul. Then I'm gonna start the slaughter. We have been abandoned. There will be no rescue. We can only save ourselves. United artists. اللي فيديو مش واضح عندي يا منذر. مش يمكن في حظ عندكم. That is the only thing. اعمل ناريشن يا منذر احسن عشان
شرح هذا الفيديو لأنه بطيء شوية. هو الفيديو خلص anyway. ده الفيديو كان اسمه أوتيل رواندا. الفيديو بيحكي عن صراع التطهير العرقي اللي حصل بين التوتسي والهوتو، هنتكلم عليها كمان شوية. لكن الفيديو ده خلاني في نوع من التخوف، ده في صراع بين في حرب بين قبيلتين، والحال ده لسه موجود. طب أنا هنزل في نفس الأوتيل مثلا اللي هينزلهن هو نفس أوتيل رواندا اللي حصل فيه المذابح دي ولا لأ؟ هل لسه الصراعات موجودة؟ المهم لقينا الحمد لله لما نزلنا في كيغالي اللي هي العاصمة، لقينا لأننا في أوتيل نظيف، وإن البلد مش فقيرة ولا حاجة، في حمام سباحة وشعب جميل ومرحب ويعني متعطش لأن الناس اللي جاية دي وإن هي تساعد. فكانت مفاجأة بصراحة ليا أول ما نزلت، الجمال اللي أنا شفته والحضارة اللي أنا شفتها في رواندا. الميشن بتاعتنا كانت أو الايد تريبل اللي احنا عملناها كانت خاصة بفيزيكو فاجينال فيستولا. القصة ايه؟ انه للأسف بتيجي بنات بتحمل في سن صغير، ولما بتحمل في سن صغير الكلفز بتاعها تايني، بتحمل ببيبي كبير ما عندهمش رعاية صحية، ما فيش عندهم ان هم يخشوا على انتي نيتال كير يدياجنوز انه في هيبقى في كفالو بلفيك ديسبروبوشن، راس العيل كبيره، البلفيس صغير، لازم تتولد بسيزيان سكشن. ده ما بيحصلش. فالبنت يا عيني وهي حامل بتفضل ساعه الولاده تحاول تنزل طفل كبير من حوض صغير، فالدماغ وهي نازله بتقطع الفاجينا بتاعتها. طبعا لو اتقطعت وعملت او حصل التير بين الفاجينا واليورينري بلادر بيحصل حاجه اسمها فيزيكو فاجينال فيستولا. لو حصل من الباك بين الفاجينا والريكتوم بيحصل ريكتو فاجينال فيستولا، او ممكن الاثنين مع بعض فبيبقى فيزيكو ريكتو فاجينال فيستولا. المشكله في البنات دول او السيدات اللي بيحصل معاهم كده ان هم بيبقوا كونتينيوسلي ليكينج يورين من الفاجينا او فيكال ماتر او الاثنين، فبيحصل ان هم بيجيت اباندد، المجتمع بيرفضهم، الازواج بتتركهم، الاسر بتبعد عنهم، لانه مع الاسف بيسمعوا. المشكله كبيره جدا، مشكله اجتماعيه خطيره، والبنات او الزوجات دول بيبقوا حياتهم اتدمرت لدرجة أن إحنا لما رحنا المستشفى وهنبص عليها دلوقتي، دول قاعدين في حوش المستشفى ما بيرجعوش بيوتهم، دول عايزين علاج لأنه المجتمع رفضهم. زي ما قلنا أنه في أربع أنواع، يا إما بيبقوا فيزيكو يوتراين فيستولا أو فيزيكو فاجينال أو يوترو أو يوريثرو فاجينال وريكتو فاجينال فيستولا. الماجنيتيود فظيع في أفريقيا بالذات علشان الإهمال وعلشان اللي ما فيش الرعاية الصحية دي اللي قلنا عليها، إنه في وقت ما الـ World Health Organization قالوا إن ده في 2 مليون على الأقل untreated fistula، وكل سنة بتزيد الأعداد دي ب 50 ل 100 ألف حالة سنوياً. تخيلوا العدد اللي موجود والرعاية الصحية والعلاج بتاعها مش بس نادر لكن صعب، وخاصة لما بيترك بيحصل continuous leak، بيحصل fibrosis. القصة ما بتبقاش سهلة في العلاج لما بتترك لفترة طويلة. طيب الحل ايه؟ الحل انه المجموعة زي المجموعة اللي انا join دي، بتيجي مجموعات عايزة تعمل خير، وطبعاً هو في أوجه منها أوجه تعليمية، وإن هم برضو يمشوا بيهم ويتعلموا حاجات نادر يلاقوها في بلادهم. فكانت أحد المجموعات دي اللي هي دعتني فيها نيرسز ملتنا، دول كانوا مجموعة جايين من أمريكا،
اكتشفت بعد شوية طبعاً لما نزلت معاهم إن هم غالبيتهم يهود والمنظمين يهود طبعاً. أنا تخضيت في الأول لكن قلت خلاص لا ينهاكم الله عن الذين لهم يقاتلون في الدين، دول مش إسرائيليين دول يهود، شوف القصة معاهم. ودعيت إن يا رب ما تكسفنيش، بس مش عشان منزل، عشان الإسلام يعني، إن أنا المسلم الوحيد اللي فيهم، بس رب اكرمني بس في العيانين وفي اللي أنا بعمله يعني. المهم كانت المجموعة دي جاية عايزة targeting الفيزيكو فاجانال فيست، إن إحنا العيانين دول السيدات دول نساعد. التيم اللي إحنا جينا معاه أو اللي أنا joined كان فيهم 8 جراحين، واحد student medical students عايز يبقى surgeon، كان في 2 anesthesiologists وواحدة CRNAs اللي هم certified registered nurse anesthetist، يعني في نوع من الممرضات بيبقوا عايزين يشتغلوا تخدير وبياخدوا دبلوم، فبيبقوا يقدروا يعملوا أنواع تخدير معينة وحالات بسيطة، لكن بيقدروا يشتغلوا كطبيب تخدير رغم إن هم شهادتهم الأساسية تمريض. كان في 2 students من CRNAs دول، واحدة ممرضة اللي هي زميلتي اللي جت معايا، كانت معايا في نفس المستشفى دي اللي هي الكندية، واثنين administrators اللي هو الرجل وزوجته وهم يهود. وكان معانا joined التيم ده 6 من الروانديز students وresidents، ودول على فكرة كانوا الزوكر، هم دول اللي كانوا بيعتمد عليهم الفريق في ان هم يحضروا الحالات، يبصوا عليها كويس، يجهزوها لنا لما احنا نروح نبص عليها final decision ونبتدي نعمل العمل. وكان في واحد من الأوبيجايني رازدنت من الرواندان دول. المستشفى طبعا بسيطة وبدائية، دي ترابيزة العمليات مثلا على قدها، لكن تؤدي الغرض. من الحاجات اللي لفتت نظري انه في المدخل المستشفى اللي هو المورج ده، واضح ان هو اللي هي المكان اللي هو المغسلة تحت الموتى يعني، بس واضح ان هي مزدحمة دائما طبعا نتيجة انه الرعاية الصحية اولية، وفي نفس الوقت المتقبلين ان ممكن العيان يموت في اي وقت يعني. الفريق اللي جاي بالمعدات بتاعته، جاي بشنط، الشنط مليانة consumables اللي هو بقى أدوات التخدير وأدوات جراحية، وجاي فريق متكامل يعني. أنا الحمد لله أما جيت بالأكل جايبه فقط والهدايا، لكن من فضل الله علي أن أنا جبت حاجتين كده كانوا يعني life saving وهنتكلم عليهم حالا. في monitors كان سايبينها قبل كده من بعض الميشنز، في بعض المونيتورز جاية من أمريكا وفي بعضهم جاية من تركيا، لكن المونيتورز كويسة بصراحة، زي ما انتم شايفين ان احنا ممكن نبص عليها على ECG Oxygen Saturation، ممكن نبص على كابنوغراف، ممكن نبص على Non-Invasive Blood Pressure، فانت ممكن تمونيتور العيان كويس. الجهاز التخدير بدائي شوية، وفي عندنا حاجة اسمها يعني أكسجين ريسبيريتر، لكن شغال، وفي اسطوانات أكسجين، فبرضو مطمئن إن أنت ممكن لو محتاج بيبقى ممكن تدي تخدير كامل، وهم عندهم ناس تخدير بيدوا تخدير كامل. طب إحنا عملنا إيه؟ ده طبعاً صورة الأسر بعد ما عملنا العملية، بعد ما كانت الستات لوحدهم وأباندند، الحمد لله رب العالمين، rejoined by their families، والسمايل والفرحة بعد ما إنهم خفوا كانت يعني بفضل الله very rewarding. اتعمل 128 patient examined، و 72 منهم كانوا new، الحمد لله عملنا 54 procedure، 14 examination under anesthesia و cystoscopy، صلح 10 ريكتو فاجينال فيستولا ريبيرد، 17 فيزيكو فاجينال فيستولا ريبيرد، منهم 2 ابدومينال، يبقى 10 ريكتو فاجينال، لكن 17 فيزيكو فاجينال فيستولا. عملنا 2 يوريترال ريمبلانتيشن، يعني رجعنا اليوريتر مكانه، واحده كان فيها يوريتر
ري امبلانتيشن ما فيش ولا برولابس الحمد لله كلها عمليات نساء لكن كانت الحمد لله بفضل الله ناجحه. احد الحالات اللي انا عملتها كانت فيري تشالنجينج. القصه ان عيانه اولا هم عايزين يعملوها من الحالات اللي احنا ذكرناها كانوا لازم يفتحوا في البطن. فطبعا في العرف انه اي فتح بطن يبقى لازم تاخد تخمير كامل. المشكله لما بصيت على العيانه دي البريفيوس نوتس قالت مش بس ليبلد اس ديفيكولت انتيبيشن اللي حصل ايه العيانه دي جت مرتين للعمليه. مره نيموها وصحوها على طول لان ما عرفوش يركبوا اندوتراكيال تيوب. المره الثانيه كان في احد الاطباء اللي جاي من امريكا كان معاه فيديو لارينجوسكوبي يعني هنبص على الصوره اللي جايه دي اللي هي ده فيديو لارينجوسكوبي يعني عباره عن لارينجوسكوب بندخله في بق العيان وفي كاميرا في الاند اوف ذا سكوب في ديستال كاميرا فممكن تشوف انت الاير واي وعن طريقه ممكن تعمل انتيوبيشن. لكن نرجع للسلايد دي اول عمليه اول مره جت العمليات نيموها ما عرفوش يركبوا الانبوبه صحوها. المره الثانيه الدكتور جاب تخدير جاب معاه فيديو لارينجوسكوبي بعد محاولات منها اثنين اسوفوجيال انتيوبيشن برغم الفيديو لارينجوسكوب ده المهم مانج ان هو يتيوب هير وينيموها ويعملوا عمليه بس كانت عمليه اللي هي البدائيه او الستيب نمبر 1. لما جات لي طبعا ده قلنا الفيديو لارينجوسكوبي لما جات لي انا طبعا ما كنتش عارف ان هي العينه دي هتجيلي. فاللي حصل ايه انه انا معيش فيديو لارينجوسكوب العينه دي هيفتحوها ابدومينال يعني هيفتحوا في البطن. الحاله قالوا هناخد من 5 لـ6 ساعات. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اتس ا ريسك وانا ما عنديش الفيديو لارينجوسكوب ده. فبفضل الله ده اللي انا قلت ان انا جبت كان معايا سات كده اسمها كومبايند سبينال فيديوغرافي كيت. هقول لكم فيديو صغير قوي تبص عليه يا رب الفيديو ده يبان. اتمنى ان يكون الفيديو اللي فات كان فيه ريستريكشن اسمه موفي لبعض الكونتريز لكن الكومبايند سبينال فيديوغرافي كيت انا قلت لهم يا جماعه العينه دي ان شاء الله هتبقى فيري كومفورتبل بس انا هنيمها ريجنال راذر ذان جنرال انستيزيا. ويا راجل بإذن الله تمشي. طيب الفكرة إيه؟ الفكرة أتمنى أن أنتوا تقدروا تشوفوا الفيديو ده معايا أن إحنا بنجيب epidural needle الأول بنوصل بها للepidural space عن طريق loss of resistance سواء to air أو to saline بوصل للepidural space. بعد كده needle through needle technique بدخل longer and smaller needle اللي هي spinal needle بتخش في subarachnoid space اللي هو لما بشيل التروكر بيجي لي السي اس اف فاقدر احقن انا منها للسبينال انستيزيا الدوز بتاعتي اللي هي هتدي العينه سبينال انستيتكس. بعد كده بشيل السبينال نيدل بسيب الابيديورال نيدل في الباك اوف ذا بيشنت وعن طريقها بفيد ابيديورال كاثيتر. ليه؟ على اساس انه السباينال انستيتكس ممكن توير اوف بعد ساعتين او بعد 3 ساعات لكن ممكن اعمل توب اب للانستيتكس عن طريق الابيديورال كاثيتر فاقدر اعمل برولونج انستيزيا او ريجنال انستيزيا تكفر الـ5 6 7 ساعات وات ايفر اللي هم هياخدوا. الحمد لله رب العالمين عملنا طبعا الفكره الثانيه ان كانت العينه المادر دي كانت بريست فيدنج فلو انا اديت لها جنرال انستيزيا وقعدت 5 6 ساعات وعبال ما تفوق وتريكفر وخايفين ان جزء من الانستاتكس او جنرال انستاتكس او المورفين اللي هتاخده والانستاتكس دي هتنزل في البريست ميلك فساعات بنعمل ان بنمنعها ان هي تبريست فيد او ان هي تكسبريس الميلك الاولاني وبعد كده تقدر ترضع بعديها فكانت هتبقى في مشكله للبيبي ده. فالحمد لله رب العالمين this way كانت very effective لدرجة إنه البيبي لما رحنا recovery room حطنا على طول طبعا with the permission this video حطنا على ال breast بتاع المذر وكان دفع recovery immediately بعد ما طلعنا. العيانة صاحية الحمد لله رب العالمين إن هي كلها كانت نايمة regional صحية 5 6 ساعات والبيبي بيرضع الحمد لله وكان الناس ما شاء الله يعني كانوا طايرين من الفرح. impressed هو فضل الله
إن العملية مشيت كويس. Sorry. اوكي طبعا كان في جزء من الميشن دي ان احنا عملنا تيتشنج وريسيرش، ودي الفايده ان انت مش بس ان انت بتعلم الناس او ان انت بتصطادلهم او ان انت بتاكلهم، لا انت بتعلمهم الصيد، فاللي هو بتيتش الريزيدنس وبتعلمهم، فهم بعد كده بيقدروا يمنتين وتبيلد تيم من اللوكلز بعد كده ان هو يقدروا يكاري اون بالعلاج المرضى بتاعهم. وفي نفس الوقت ممكن نجمع داتا ونعمل فيها نوع من الريسيرش. البلد نفسها بلد جميلة جدا، هي مرتفعات عالية جدا لدرجة ان انا لما روحت انا اصلا يعني بلعب سباحة وبلعب كورة، بس لا يا جماعة ده انا بنهج، انا بمشي شوية بلاقي نفسي بنهج. طبعا نتيجة ان البلد مرتفعة عالية عن اللي بيسموها زي القاهرة كده بلد الألف مئذنة، لا دول بلد الثاوزند هيلز اللي هي كلها تلال وجبال، بلد مرتفع فنسبة الأكسجين قليلة، فالواحد بينهج على أقل مجهود. هم ما شاء الله عليهم يعني very healthy وسبوتينج، طبعا السايكلينج من أشهر السبوتس هناك، شعب very religious، طبعا الديانة الأساسية هي الديانة المسيحية وفي churches كثيرة جدا، لكن في نسبة مسلمين حوالي 8% ل10%، كل حاجة بتشال على الرأس، يعني يشيلوا عيالهم، يشيلوا كل ما ممكن يحمل هو بيقدروا ما شاء الله. الستات طبعا very active يعني بيشيلوا ويشتغلوا في كل المجالات، ما شاء الله مجتمع رائع، بلد green جدا، البلد نظيفة لدرجة انه منعوا، يعني البلد الوحيدة اللي في العالم اللي ممنوع فيها البلاستيك، يعني ما فيش حاجة اسمها شنطة بلاستيك ولا كيس بلاستيك ولا، ممنوع يعني يجرم. تخيلوا ان البلد كل حاجة ورقيات او حاجات طبيعية عشان ما يدمرش البيئة بتاعه. انا لو ما قالوليش ان دي رواندا انا قلت يعني دي حاجة في اوروبا، يعني درجة ان هم مسمينها دلوقتي سويسرا افريقيا. من اشهر الاماكن الجميلة هناك هو الفولكينو ناشونال بارك، هي عبارة عن يعني جبال بركانية، طبعا البركان فيه خامد خالص، بيمتد بين أوغندا والكونغو برازافيل ورواندا، دول بيبقى فيها قبائل من الغوريلز او عائلات من الغوريلز، ومن الحاجات فيري سيف ان انت تروح تتفرج على الماونتن غوريلز، بيوتيفول انيمالز طبعا هيوج، لكن الجيش نفسه بيحمي المكان. و very expensive by the way، يعني تخيلوا ان انتوا عشان اروح اتفرج على الغوريلا، مع اني بتفرج عليها في اي حته ببلاش، بتدفع $750 امريكي عشان تروح الرحله اللي هي تستغرق حوالي 5-6 ساعات، الجيش بيحميك وبيطلعك لاماكن معينه. طبعا في ليفلز، طبعا كان ضحك السنين لان اتزحلقت زحلقه، الارض طبعا طينيه وطبعا في مرتفعات، في ليفلز، يعني في ليفل اللي هو اساسي اللي هو مستوى ارضي خالص اللي هو مسطح، ده يعني العواجيز او اللي ما يقدرش يطلع مرتفعات. انا قلت اروح انا المودريت اللي في النص ده، اتبهدلت. طبعا النباتات كلها من اللي هي بتعمل بتطلع افرازات كده، فعملت لي حساسيه لدرجه ان انا قعدت يومين دراعاتي ورجلي منملين من السكريشنز اللي بتطلع. المهم حيوانات جميله جدا، طبعا في السيلفر باكس خلي بالكم منهم، لكن هم بيطلعونا بعد ما يكونوا عموم اكل، فطبعا بيكونوا كله ايه نايم كده ومسلطح، لكن تشوف العائلات، تشوف قبائل الغوريلا جميله. مشكله في البلد دي انه المجتمع متقسم لغالبيه من الهوتوز اللي هم 80%، في التوتسيز اقليه 20%، وفي التاوا دول اللي هم بيسموهم الاقزام او زي الاقزام، دول بيعتبرهم السكان الاصليين لكن بيسكنوا في الجبال وهم مسؤولين عن بعض الزراعات. الهوتوز ال 80% كانوا بيعتبروا في الاول ان هم مضطهدين، ليه؟ لان كان استعمار، كان في استعمار بلجيكي واستعمار فرنسي، دايما بيروحوا على الاقليات ويخلوهم
ياخدوا مناصب على أساس إن هم يتحكموا فيهم. بيعتبروا التوتس اللي هم الأقلية من أصل عربي، الهوتوز دول من أصل أفريقي. الاستعمار جه عمل إيه عشان يعمل مشكلة؟ ابتدى يقسم يصنف الناس ويعمل لهم رسم وايدنتيتي، انت مناخيرك كبيره يبقى انت اصل افريقي، تبقى انت هوتو، انت شكلك عربي ومش عارف ايه يبقى انت توتسي. وابتدى يسبورت عمليه الديسكريميشن ده اللي هو التفرقه، احنا شعب وانتوا شعب. مش بس كده، ابتدى يعمل فتن، فالغالبية ثائرة من الناس الأقلية، وابتدوا في فترة الأغلبية لما ابتدوا يمسكوا الحكم الهوتو لما انقلب الحال وهم ابتدوا يمسكوا الحكم ابتدوا يضطهدوا التوتسي، ابتدوا يعملوا لهم سيجريجيشن ويفصلوهم في البيوت ويفرقوا بين الراجل وزوجته، لو الراجل هوتو ومراته توتسي لازم يطلقها، قصة كانت صعبة جدا. لحد ما انتهت العملية ازاي، انه حصل مذبحة. المذبحة دي بدايتها انه نتيجة التعامل العنصري بين الأغلبية الهوتو مع الأقلية التوتسي، جاء مجموعة راحت أوغندا وتسلحوا وسموا نفسهم الار بي اف اللي هو رواندان باتريوتيك فرونت، دول اللي هم الجبهة اللي هي جبهة الإنقاذ الرواندية. عملت حوار مع الرئيس اللي هو من الهوتو اللي هو اسمه هيبرناما ده ولا هيبرمانا، وتعملوا اتفاق سلام. أول ما اتفاق السلام كان هيحدث، عارف اللي هو بتاع ريتشارد قلب الأسد وبسهم عربي مسموم، نفس القصة دي. حصل اغتيال للرئيس الرواندي وكان معاه رئيس بوروندي، كانوا الاثنين في اجتماع وركبين طيارة، الطيارة أصيبت بصاروخ، الاثنين ماتوا. فطبعا الهوتو اللي هو الأغلبية اتهموا ان التوتسي، رغم ان التوتسي من مصلحته ان هو كان هيعمل سلام، لكن اتهموا ان التوتسي هو اللي عمل القصه دي. قامت مذبحه سنه 1994، مات فيها حوالي 800 ألف من الاقليه اللي هي التوتسي، مذابح اطفال ونساء، وكان وضع درامي، ورموا الجثث في 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 النيل، وطبعا احنا سمعنا عنها واحنا في مصر في فتره ما، لحد ما ربنا كرم اللي هي الار بي اف اللي هو رواندا باتريوتيك فرونت، دول اللي كانوا في اوغندا، عرفوا يتسلحوا كويس ويروحوا يقضوا على الحكومه اللي هي قامت بالمذبحه دي. وقالوا لما مسكوا الحكم، قالوا بصوا احنا يا جماعه we will not forget but we have to forgive، طبعا بالتسامح الديني وبالهم الناس زي ما قلنا very religious، لكن قالوا ان احنا لازم رؤوس الفساد اللي هم رؤوس الحكومه اللي عملوا المذابح دي لازم هم اللي يتم القصاص منهم، لكن مش من كل الناس. المهم عملوا يعني 5 مليون دولار إنه مكافأة للي يدل على أي من رؤوس الفساد دي من الوزراء ورئيس الوزارة. المهم قبضوا عليهم كلهم وعدموهم، لكن عملوا صفح وتسامح بين الشعب. طبعا الجامع والمسلمين خاصة اللي منهم كانوا مسلمين من الهوتو وقفوا وقفة كويسة قوي، عشان كده بيحبوا قوي المسلمين في الفترة دي، إنه كانوا المسلمين الهوتو لم يشتركوا في المذابح دي، بالعكس كان التوتسي بيروحوا يستخبوا عندهم، وكانوا بيستخبوا في المسجد، عشان كده الأقلية المسلمة ليها big respect. القصة دي والمذبحة دي والجينوسايد خلدت في حاجة اسمها الجينوسايد ميموريال، عبارة عن متحف كبير. على فكرة فيه برضو عاملين جزء منه مذابح الهولوكوست
والمذابح اللي حصلت في البوسنة والهارسك وكوسوفو for example عاملين sections، لكن الجزء الأكبر من هذا المتحف متخلد فيه صور الناس التوتسي الأقلية 800,000 اللي ماتوا، على قد ما قدروا يجيبوا الصور، يجيبوا بقايا الملابس الموزقة، الأدوات اللي استعملوها في قتل الناس دي، صور الأطفال، حاجة يعني متحف صعب، لكن في مقابر جماعية هناك لكن يتزار فعلا. طبعا من الحاجات اللي هي زي ما قلنا الصور وكده، من الحاجات اللي أثرت قوي في الواحد إنه لأن دي مكتوبة داخل المتحف الجزئية دي، إنه من الحاجات اللي سعرت نار الفتنة fueling the chances إنه كريديت لاينز اللي هو أحد البنوك الفرنسية للأسف كان في جزء منه 4 مليون دولار أسلحة كانت داخلة فيها الحكومة المصرية. حاجة تزعل إن الواحد يشوف قصة زي دي، ما عرفش الواحد حاول يكذبها، لكن للأسف موجودة على جدران المتحف اللي موجود هناك، يعني documented أو documenting involvement بتاعتنا في إثارة الفتنة داخل رواندا. لكن قدر الشعب بالتسامح وبالforgiveness إنه يرجع تاني، يعني لأدي الولد ده شكله خالص من التوتسي اللي هو ملامح عربية وده ملامح إفريقية، لكن هو شعب واحد، حطوا ايديهم في ايدين بعض وخلوا بلدهم أتصور من أجمل البلاد. ودلوقتي اللي عايز ينفست I think هو رواندا، زراعات من أجمل الأكل الطبيعي اللي الواحد كله في حياته. يعني انا اتصورت ان انا زي ما الاولاد كده تصور انت هتجوع يا بابا خد معاك معمول وكده، من احلى الخضروات والطعم حتى اللي انا اكلته في حياتي، حاجات توب يعني مش معقول. برافو عليهم. هسيبكم، معرفش لو مش قادرين تشوفوا الفيديو ده قولوا لي، لكن دي هتبقى اخر حاجه هسيبكم بيها وهنكون الميتنج اوف باذن الله. رواندا land of a thousand heroes. Breathtaking landscapes perched high in Central Africa. Although hardship echoes of the recent past, the country is moving forward, vibrant and energetic, with a desire to improve living conditions and opportunities for its people. Change is evident, and yet challenges remain. Citizens struggle with important issues such as healthcare. Women in particular face complications arising from childbirth. When I was in Niger teaching for the State Department in 2003, I learned about women living in the courtyard of the National Hospital. They all had fistulas. They had nothing, with no one to care for them, no one to help them. So we came back to the States, we started an organization, and we began. For nearly 20 years, volunteers have been traveling to Asia and sub-Saharan Africa in an effort to combat obstetric fistula with the support of the International Organization for Women and Development. Anyway, I'm not going to talk about this story a lot, but I think that الفكرة وصلت، So there are many things that keep you coming back. First of all, there's the need. Right, we have to help patients, but there are personal reasons to keep coming back as well. There's a huge sense of satisfaction when you can take care of patients who are so grateful and so just thankful for everything that you could do to them, from your hello to then taking care of them in the operating room. That makes your Dallas physician worth it. You really make such a huge impact in one woman, 10 women, 20 women, 50 women's lives.
we will be examining today. But we won't be able to see everyone today. So we must be patient. And make sure we're going to see everybody by the time. I think the most important thing done is create a climate of hope. So that these women across the country know that a group of experts are coming. The people look forward to it. The staff in the hospital looks forward to it. And there's increasing collaboration between us and the medical system and the doctors. We have seen the most incredible results because by operating on these women, we're giving them their dignity back. We might not be doing life-saving surgery in that these women are, of course, alive with fistula, but we are actually giving them back their lives, which is pretty incredible. أنا خلصت فأنا هستوب شيرينج وجزاكم الله كل خير.